أهلا بكم. قرر الممثل السوري جمال سليمان العودة إلى سوريا على الرغم من التهديدات بالقتل التي تلقاها مؤخرا على خلفية اتهامه بتقديم الشكر إلى قناة الجزيرة على تغطيتها الأحداث في سوريا، مجددا نفيه إجراء أي حوارات أو مقابلات شكر فيها الجزيرة. وقال جمال سليمان في بيان أصدره أمس إنه راجع نفسه واكتشف أنه مخطئ بإقامته في القاهرة وبقائه فيها حفاظا على سلامته الشخصية التي قد تنتهك. واتهم جمال سليمان موقعا إخباريا سوريا بالكذب والوقاحة عندما ادعى هذا الموقع أن سليمان أجرى لقاء مع قناة الجزيرة شكرها فيه باسم الفنانين السوريين على التغطية الموضوعية والنزيهة للأحداث السورية، ما أوقعه في مأزق كبير لأنه لم يجري أي لقاء، كما أنه حتى اللحظة لا يزال موقفه مواليا للنظام الحالي، وبالتالي التهديدات بالقتل لا داعي لها، وعلى الرغم من استمرارها سيتحداها ويعود إلى بلاده.